إيمان جمالها جعلها تنافس كبار الفنانات في مصر ولبنان، بل وشاركت كبار النجوم في أفلامهم وأعطاها الجمهور لقب شقراء السينما المصرية بسبب ملامحها الشقراء الناعمة. شاركت الفنانة إيمان ساركسيان في السينما والتلفزيون والمسرح، ورغم كل هذا لم تحصل على البطولة المطلقة إلا في فيلم واحد فقط، وهو عندما تغيب الزوجات مع دريد لحام عام 1975. إليزابيث توروس ساركسيان، وهذا هو الاسم الحقيقي للفنانة إيمان، وهي من أصل أرميني وعرفت باسم لي ساركسيان في السينما اللبنانية، ومن مواليد 1 يناير عام 1945 في بيروت بلبنان. كانت بدايتها الفنية في عمر 5 عندما اشتركت مع الجمعية الأرمانية في بيروت في حفل غنت ومثلت فيه باللغة الأرمانية. تخرجت من كلية الصيدلة بالجامعة الأمريكية في بيروت، كما درست التمثيل المسرحي في نفس الجامعة، واشتركت في العديد من الأعمال المسرحية العالمية لشكسبير ومولر، والتي قدمت على مدرجات بعلبك. اكتشفها الفنان والمخرج المسرحي اللبناني شكيب خوري. الفنانة إيمان ساركسيان تجيد عدة لغات، وهي اللغة الإنجليزية والألمانية والأسبانية، كما أنها مثلت باللغة الفرنسية بجانب الأرمانية، كما أنها أتقنت اللهجتين المصرية واللبنانية. أول أعمالها السينمائية في لبنان كان فيلم الأخرس من إخراج منير معصري وبطولة سلاب عفيفي. في عام 1960 تزوجت الفنانة إيمان ساركسيان من الدبلوماسي اللبناني ماكس تشيلو، وهو قنصل شرف الإكوادور في مدينة ميونخ، وأنجبت منه 3 أبناء هما هلال وماكس وليلى. أوضحت أنها بعد تزوجها قررت أن تتنازل عن أحلام الفن التي بدأت مشواره، وقامت بنقل إقامتها إلى ميونخ في ألمانيا، ثم قررت بعد ذلك الانتقال للإقامة في العاصمة النمساوية فيينا، وذلك بعد أن كان أولادها 3 أقاموا في ألمانيا وكبروا وصار لكل منهم حياته الخاصة. وصرحت في حوار سابق لكل واحد من ابنائها اسمين، اسم عربي واسم ألماني، فابنتها الكبرى ليلى اسمها الألماني كاثرين، وبالنسبة لابنها الأوسط فاسمه العربي هلال والألماني توماس، أما ابنها الأصغر فاسمه ماكس، وقد سمته على اسم زوجها ولم يكن له اسم عربي. وعلى الرغم من حياتها بين مصر ولبنان إلا أنها فكرت في الهجرة إلى أمريكا حيث يدرس ابنها. حصلت الفنانة إيمان ساركسيان على الجنسية المصرية في حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وكانت أول مشاركة لها في الانتخابات المصرية عام 2012. كانت أولى تجارب التمثيل للفنانة إيمان في مصر هو مشاركتها في فيلم الحب الكبير عام 1969 مع فاتن حمامة وفريد الأطرش ويوسف وهبي وعبد السلام النابلسي، ومن إخراج هنري بركات. توالت بعد ذلك مشاركتها في عدة أفلام سينمائية تركت من خلالهم بصمة وطلة لدى الجمهور المصري، لذلك أعطوها اسم إيمان ليصبح الاسم الفني لها حتى الآن. ومن تلك الأفلام فيلم الحب قبل الخبز أحياناً عام 1977 مع ميرفت أمين وحسين فهمي ورشدي أباظة وسعيد صالح ونجوى فؤاد. وشاركت أيضاً في فيلم الصعود إلى الهاوية عام 1978 مع محمود ياسين ومديحة كامل وجميل راتب وإبراهيم خان وعماد حمدي، وفيلم شعبان تحت الصفر عام 1980 مع عادل إمام وجميل راتب وإسعاد يونس وعماد حمدي وصلاح نظمي. فيلم الذكاء المدمر عام 1987 مع كرم مطاوع ومجدي وهبة وحسين الشربيني ومحسن سرحان، وفيلم العميل رقم 13 عام 1989 مع محمد صبحي وصابرين ونبيل الحلفاوي وشعبان حسين، وفيلم عاد لينتقم عام 1988 مع عزة العليلي ورجاء الجداوي وأنور إسماعيل. ويذكر أن آخر فيلم سينمائي ظهرت فيه الفنانة إيمان ساركسيان هو فيلم ولاد العم عام 2009 مع كريم عبد العزيز ومنى زكي وشريف منير، ومن إخراج شريف عرفة. ظهرت إيمان ساركسيان في العديد من المسلسلات التلفزيونية، كان آخرها مسلسل عيون القلب عام 2015 مع رانيا يوسف وماجد المصري ودينا فؤاد ولطفي لبيب وإيهاب فهمي وإنعام سالوسة، وكان هذا آخر عمل قدمته حتى الآن.
ومن أشهر أعمالها التلفزيونية مسلسل زيدنيا مع يحيى الفخراني وأصار الحكيم وفردوس عبد الحميد وهدى سلطان وجميل راتب وأبو بكر عزت، ومسلسل هوانم جاردن سيتي مع حتيم فهمي وصفية العمري وهشام سليم وعبلة كامل وعزت أبو عوف وليلى فوزي. وقدمت أيضا مسلسل الستار وحسابات أخرى عام 2005 مع صلاح السعدني ونرمين الفقي وهدى سلطان وعمر الحريري، ومسلسل العمة نور عام 2003 مع نبيل عبيد وفتحي عبد الغني وعزت أبو عوف وعبد الرحمن أبو زهرة وكريمة مختار. حلت الفنانة إيمان ساركسيان كبازيل الفنانة ميمي جمال في مسرحية فيما يبدو سرقوا عبده عام 1995، وشاركت البطولة مع أحمد آدم وصلاح عبد الله وعبير صبري وسامي سرحان وحسام حسني، كما شاركت الفنان سمير غانم وأحمد بدير في المسرحية الكوميدية وراك يا زمن، وأيضا مسرحية محدش يقدر عليهم مع محمد هنيدي ومحمود الجندي وأشرف عبد الباقي ووحيد سيف. وقدمت مع يحيى الفخراني وسوسن بدر ونهلة سلامة عام 1999 مسرحية كيمو والفستان الأزرق، ويذكر أيضا أنها قدمت دور السكرتيرة في العروض الأولى من مسرحية هالة حبيبتي للفنان الراحل فؤاد المهندس، وحلت مكانها الفنانة دلال عبد العزيز بعد اعتذارها لتكمل عروض المسرحية.